من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعجزنا لذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتي شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت ربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إذا نجينا سحرا واحدا فإذا وهو قابضون. يا حسرة على العباد ما رسوله إلا ابدلوا به يزدادون. ألم يروا ما أنزلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يهتدون. وإن كنتم لم تهتدوا لإلينا لمحضرون. وإن كنتم يوم البعث إلينا وعلى ربح منا عبا فمنه يقول وجعلنا في الناس من خير وأنابي وفجرنا فيها العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل عنك الهجوم القريب. لا الشمس تجري لها تقدير العزيز العليم. وكلهم في فخرك يسألون. وآت لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقناهم من مثله ما يعلمون. وإذا إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كذبوا وأنا أقول. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من لو يشاء وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الأمر إن كنتم صادقين. ما يحضرون إلا سحرا واحدا تأخذهم بخصوصهم فلا يستطيعون أن تصلوا إلى وَلَمْ يَرَ أَنَّ خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا لَا يَجْرِي مِنْهُمْ وَلَا 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 يَجْرِي مِنْهُمْ وَلَ